السلام عليكم، الله يسعد صباحكم بكل خير، حياكم الله من هنا من طيبة الطيبة. عدنا لكم إلى تغطية المطاعم، مطاعم المدينة المنورة. كثير من الإخوان يسألني عن أفضل المطاعم في المدينة، اليوم جاي أغطي لكم أحد المطاعم الجميلة في المدينة، وهو لأحد الزملاء، أحد أصحابي. يعني هذه التغطية لا تحسبوا أنه إعلان ولا شيء، هذا المطعم لأحد الزملاء الحبايب والقريبين إلى القلب. فحندخل ونصور لكم هذا المطعم. طبعا موقع المطعم على الدائري، قريب جدا من مسجد قباء، لا يبعد عن مسجد قباء إلا بنحو تقريبا 2 كيلومتر تقريبا. وميزة هذا المطعم أنه وجباته، يعني أول شيء النظافة، نتكلم عن النظافة ما شاء الله تبارك الرحمن. الوجبات أيضا ما شاء الله جميلة جدا، وأيضا يعني يمتاز أنه أيضا في قسمين للعوائل والأفراد. ما بكثر عليكم بالكلام، حندخل إلى داخل المطعم إن شاء الله ونعطيكم إيش في أطباق ونوريكم المطعم من الداخل، خلوكم معنا. طيب نبدأ على بركة الله وندخل إلى داخل المطعم. هذا هو المطعم، مطعم مشراق، موقعه بالقرب من باك كير على الطريق الدائري. طبعا الطريق الدائري قبل، نحن في الخدمات طبعا، بعد ممشى الهجرة، طريق ممشى الهجرة في هذا المكان، وأيضا قبل إشارة العالية، قبل إشارة العالية مسجد قباء في هذه الناحية، وهنا خزان الماء، يعني معروف المكان. وطبعا هذا مو الفرع الأول، هذا الفرع تقريبا الثالث في المدينة إذا ما كنت مخطئ. الآن حنتأكد من زميلنا الحبيب ترند المدينة سمير الرفيعي، جزاه الله خير، واللي اليوم عازمنا. فحندخل إلى داخل المطعم ونصور لكم من داخل المطعم. طيب هذه نظرة، وهذه الجلسات الجميلة، وهنا في أحد الإخوان يستقبلك ويقيس درجة الحرارة ويتأكد من تطبيق توكلنا ما شاء الله، وإجراءات التباعد موجودة، يعني أمورك في السليم زي ما يقولوا. وهنا الجلسات الجميلة، أظن هذه فيها رذاذ، جلسات هذه تصلح للفترات المسائية أو الفترات اللي هي بعد الفجر مباشرة. طبعا المطعم هو عبارة عن مطعم إفطار وعشاء، غدا ما في. فالوجبات الآن حندخل إلى الداخل، وهنا الأخ ما شاء الله جزاه الله خير دخلنا. السلام عليكم، يعطيك العافية. نقيس درجة، الحمد لله درجة حرارة طيبة، تطبيق موجود معي ما شاء الله. هذا المطعم من الداخل ما شاء الله جميل جدا، وذكرت لكم انه في قسم للعوائل في الاعلى. وين حبيبنا الغالي الاستاذ سمير الرفيعي؟ السلام عليكم، الله يسعدك يا رب، جزاك الله خير على هذه الدعوه، الله يكرمك. انا كلمت الاخوان انه هذه ما هي دعايه، واصلا المطعم ما يحتاج دعايه لانه معروف المطعم، وقلنا لهم انه ايش له 3 فروع صح في المدينه. طبعا 3 فروع، نعم، حاليا في المدينه فرعين وفي منبع فرع. اها نعم. طبعا فرع تبو وحايل وابها قريب ما شاء الله ما شاء الله. جده والرياض كمان قريب. انا عشان بس اوريهم انه المطعم يعني ما شاء الله اسمه انتشر، الفروع اللي حتفتحوها قلت لي انه فرانشايز. ايوه يعني خارج انه خارج جنبه طبعا فرانشايز ما شاء الله، وفاتحين الملف اللي حاب يستثمر. يا سلام ما شاء الله، خلاص بنحط لكم رقمه، احط لك احط رقمك ولا احط رقم لاخواننا؟ لا كل عادي، خلاص بحط رقمه وما عليكم، اللي يجي هنا من طرفي ان شاء الله انه حيظبطوا باذن الله تعالى. خلينا نطلع قسم العوائل بس ما حد بعدين ينزعج ولا شيء في مكان كذا، خلاص يلا نطلع لفوق ونصور لكم من الاعلى. ما شاء الله تبارك الرحمن، احنا الان في الدور العلوي في قسم العوائل ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء جميل فخم، خصوصية تامة لجميع افراد العائلة، الله يبارك لهم ما شاء الله، شيء جميل يا استاذ سمير، الله يعطيك العافية. وحتى تصميم والديكورات يا سلام ما شاء الله، اللي مصمم لكم المحل ما شاء الله فنان. لا ما شاء الله شيء فاخر وشعباني ما شاء الله، الله يعطيكم العافية. يلا ننزل الآن نشوف كيف الوضع تحت. يلا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، الجلسات جلسات طيبة، اللهم بارك. هذا منظر المطعم من الداخل ما شاء الله. طيب الآن نحن منتظرين طلبنا، والآن بصور لكم إن شاء الله، بحاول إني أصور لكم من الداخل، خلوكم معنا. معنا الآن الأستاذ محمد المشرف على هذا الفرع، فرع طريق الدائري. طيب أستاذ محمد الله يعطيك العافية، عرفنا الآن بالأصناف. عرض باري، مكون معنا أصناف فردية زي المتبل. متبل.
بابا غنوج. بابا غنوج. حمص. حمص. في حمص بيروتي. حمص بيروتي. كذا. في لبنة هنا. لبنة. في كشكة. كشكة. تمام. سلطة زيتون. سلطة زيتون. في مقدوس. مقدوس. محمرة. محمرة. تبولة. تبولة. في هنا حمص أفوكادو. حمص إيش؟ أفوكادو. أفوكادو. وهذه البليلة. البليلة. طيب. تمام. ماشي. العرض دوت بتكون معاه فول شرقي. مثل ايش يعني اصناف ولا هي نفس الاصناف؟ باكج كامل. باكج شرقي. ما شاء الله. فطور شرقي قيمته انا شفت 40 ريال. صحون انتم تحطوها. طيب تمام. في هنا زيتون. في لبنه. لبنه. قشطه. مربى. ما شاء الله. نوعين. مربى. نعم. مشراق. فطور مشراق ايضا. ايضا باكج. ما شاء الله. 40 ريال. جميل. ما شاء الله. هنا السلطات هذه. سلطة شيري. ما شاء الله. زيتون اللون مخلي. في خص جرجير. جميل. خيار مخلل. هذه معروفة هذه. الخبز ال. ما شاء الله. ما شاء الله. هنا عندكم خبز هذا خاص فيكم هذا. ما شاء الله. خص البرق. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك. هذه خبز. ما شاء الله. جميل. يلا يعطيك العافيه. في اشياء في اصناف ثانيه يمكن ما ذكرناها اللي هي في الداخل يعني ابرز الاصناف اللي عندكم موجوده. في عندك معصوب وعريكه هذا اساسي معصوب وعريكه. ما شاء الله. كبده طازجه. ما شاء الله. كبده طازجه. ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم بارك. انتم بتفتحوا الان من بعد الفجر الى الساعه 12. جميل. الساعه 12 الظهر. جميل. بعد المغرب. بعد المغرب لغايه الساعه 12. اذا فطور وغدا. ما شاء الله. قسمين عوائل وافراد. ما شاء الله. ما شاء الله. وعندنا هنا العصيرات ايضا متوفره. عصير برتقال. في اصناف ثانيه في بس هذه الرمان وضربه. في مانجا وفي كاستوري. في يعني اشياء ثانيه. ما شاء الله. وهنا ايش المشروبات الساخنه هذه؟ قهوه وكابتشينو. يعني مشروبات ساخنه. ما شاء الله. وفي حلا عندكم هنا. ما شاء الله. وافل. في بانكيك. ما شاء الله. ام علي لسه نازله برضه موجوده. جميل. ما شاء الله. ام علي. طيب بس حنصور نحن اللي هو المنيو. نصور لكم المنيو نوريكم اياه. جزاك الله خير. طيب معليش نحطه هنا. ما شاء الله. هذا اللي هي الاصناف الكامله زي الفطور الشرقي. هذا الفطور الشرقي اللي ذكرناه هنا. وهنا فطور مشرق اللي في الثاني. الباكج كامل. ما شاء الله. وهنا الاصناف الثانيه. في فتة حمص. في حمص باللحم. ما شاء الله. الفتة هذه من البيت طبعا. في اومليت عادي. اومليت خضار. اومليت بالجبن. يا سلام. ما شاء الله. في بطاطا حارة. في بطاطا عادية. يا سلام. ما شاء الله. في سندوتشات طبعا. يا سلام. الشامي. فطير. تورتيلا. ما شاء الله. الاصناف الداخلية هذه سلطات. يا سلام. ورق عنب. ما شاء الله. هذا شغل المحلي. ما شاء الله. ما شاء الله. في فتة باذنجان. كشكة. يا سلام. فول جرة. في فول زيت. فول سمن. حلو. ما شاء الله. في عريكة. في معصور. يا سلام. ما شاء الله. طيب الآن باقي الحكم على المطعم من خلال التذوق. إن شاء الله حنتذوق ونعطيهم رأينا. إن شاء الله إنه حيكون طيب. الله يعطيك العافية. شكرا لك. الأستاذ سمير الله يعطيك العافية. ما شاء الله. زي ما يقول الكتاب باين من عنوانه. فما شاء الله تبارك الرحمن. هذه كمان العصيرات وصلت. وهنا الوجبات وضعت والبطن جاهز للغرب. دقت ساعة الصفر. طيب ما شاء الله. قلت لك. ايوه. كنت طازة يوميا. ما شاء الله. احيانا ما شاء الله تبارك الله ما توصل 9 الصباح 10 الصباح الا تخلص. ما شاء الله. فعجلوا بعد الفجر على طول عندنا. اي خلاص. تمام. ونقول طبعا في انواعه في بالزيت وفي بالسمن. يا سلام. عريكة. يا سلام. هذه عريكة مشراق. عريكة مشراق. خلاص. هذه نوصيكم فيها. حمص. خبز. خبز. اي خلاص. ما شاء الله. ما يحتاج. ما شاء الله. وهنا هذه سلطة. سلطة فتوش. ما شاء الله. لا ما شاء الله. خلاص يلا توكلنا على الله. نترك التصوير وبعدين نعود. عسى ما يغمى علينا. لا ان شاء الله. يلا الله يعطيك العافية. بسم الله.